توقعات برج الأسد ليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023. بالنسبة لك يا أسد، هيبقى مربع القمر بالنسبة لهطارد مزعج في اليوم ده، لكن أيضا عندك دعوة عشان تتأمل أكتر نفسك. الوقت هيبقى مناسب لو حبيت تطرح أسئلة أساسية عندك مش عارف ليها أجوبة، هتبقى بتخص نفسك، بتحفزك أكتر، وهتعرف من خلالها إيه أعمق أحلامك. هتفتكر دايما إن كل تجربة فيها فرصة مناسبة عشان ننمو أكتر. كل اللي بيقول لينا لازم نوازن ضرباتنا بشكل مثالي عشان نحد من فرص النمو الشخصي. بالنسبة ليك عاطفيا، في كل الأمور اللي هتبقى متعلقة بالقلب، هيأدي تربع القمر بالنسبة لعطارد لحدوث سوء تفاهم النهاردة، لكن مفيش داعي انك تقلق يا اسد. بدل من انك دايما تخاف او تزعق، هتعبر عن مشاعرك دي كلها بلطف وتفهم. هتفتكر ان الحب دايما زي كأنك حاجة محتاجة منك تجميل، لازم تعتني بيها اكتر زي نفسك. بالنسبة ليك مهنيا، هتبتدي تبقى بسبب مربع القمر مع عطارد هيؤدي لتوترات بسيطة، لكن مفيش داعي ده يزعزع استقرارك. هتبقى انت النهاردة بتبص لكل ده على انها فرصة تظهر بيها قيادتك اكتر. انت النهاردة بتبحر من خلال عاصفة هادية، هتبقى هادي ومصمم في اليوم ده انك تبقى منارة بترشد بيها فريقك للنجاح. بالنسبة لك صحيا، هتبقى عندك رفاهيتك اللي بيدعوك القمر وعطارد للاهتمام بعقلك اكتر. بقدر اهتمامك بجسمك النهاردة هتعرف تتوازن، وهتعرف تلاقي النشاط الراحة اللي انت بتتمناها وتبقى سيد نفسك. بالنسبة لك ماديا، هتبتدي تبقى مع مربع القمر. بالنسبة لعطارد ممكن يبقى مقلق شوية، لكن هتفتكر دايما يا اسد ان الفلوس دي مجرد اداة، لازم انت تكون بتعرف تحركها عشان تعرف تستفيد منها بشكل كويس. صفاتك الاساسية انك دايما بتحب الاضواء يا اسد، انت ملك ولازم تبقى بتبص لنفسك بنظرة إعجاب أكتر.